محللون طبيون وجراحون وحتى أخصائيون في التنظير، أفضل البيطريين في العالم يعملون في مستشفى الصقور هذه في أبو ظبي، والتي تعتبر الأفضل في المنطقة، كما أنها تعتبر مركز أبحاث متقدم للصقور التي يشتهر أبناء الخليج بصيدها وتربيتها. الصقور ذات أهمية خاصة في أبو ظبي وفي الثقافة الإماراتية. في الأزمنة الماضية كانت الصقور تدرب لصيد الحيوانات من أجل لحومها، لأن الحياة كانت صعبة جدا وشاقة في الصحراء، لذا اعتبرت الصقور جزءا من العائلة. وفيما يصل سعر الصقر هذه الأيام إلى 30,000 دولار، بات الصيد بواسطة الصقر هواية محصورة بالعائلات الثرية التي لا توفر وسيلة للعناية بها ولرعايتها. عندما يأتون يحضرون الصقور من أجل وضعها في قسم الحجر الصحي، نبقيها هنا من أجل الفحص فيما إذا كانت مصابة بأي مرض، وإذا كان وضعها جيدا نعطيها لمالكيها. المشكلة الأكثر شيوعاً هي الطفيليات التي تصيب الطيور، لكن المستشفى يعالج أيضاً الكسور، فالصقور بإمكانها أن تنقض على فريستها بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، وزبائن مستشفى الصقور يقصدونها من كل أرجاء العالم. بريطانيون وألمان وإيطاليون وروس يأتون إلى هنا لفحص صقورهم، لأن مستشفى أبو ظبي للصقور هو مركز كبير في الخليج والعالم. المستشفى يدير أيضاً برنامجاً لإعادة التأهيل لمساعدة الطيور على التحليق مجدداً، وأيضاً لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.